ومما خوف الله به عباده. كل ما رأيت أحد مسرف على نفسه في المعصية مقبل عليها ذكره بآية: إن إلى ربك الرجعى. يعني أين أنت غادر؟ أين أنت؟ أين أنت ذاهب؟ الله يقول: إن إلى ربك الرجعى. هذا التخويف الذي جاء في إقرأ، قال الله هنا: فاتخذتموهم سخريا وكنتم منهم تضحكون. الآن ماذا حصل؟ أنتم وهم رجعتم إلي، قد خوفتكم من قبل، إن إلى ربك الرجعى، كلاكم رجعتم إلي، وأنا الحكم العدل جل جلاله. فيقول جل وعلا: إني جزيتهم من كنتم تتخذونه سخريا بما صبروا. الباء سببية، أي بسبب الصبر. أن جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هذا لفظ هم، الضمير هنا وهو ضمير فصل، إقحامه هنا كأنه يعني معنى أن لا فائز غيرهم. نور العين تناديني فدعيني أمه دعيني.